إلى أخرى، رغم التحسن الكبير اللي طرأ على الميزانية، لكن الميزانية برضو لو حضرتك تقولها لنا وربما لا تكفي للمجهود الكبير اللي طامحين فيه يعني. يعني لو حضرتك تقول لنا برضو إزاي عالجت مشكلة كام أصلا ميزانية المهرجان السنة دي وحصل زيادة فيها؟ ميزانية المهرجان 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه. يعني في بعض العروض، ميزانية المهرجان في الدورة السابقة كانت 1,450,000 جنيه. يعني زادت في هذه الدورة 550,000 جنيه، بينما المهرجان نفسه جسم المهرجان زاد ثلاث مرات. فتظل الميزانية يعني قليلة، وهي كانت قليلة برضو الدورة اللي فاتت، وهي قليلة طول الوقت. طب تسمح لي أقول لك إنه في ناس بتقول لا يليق بالمسرح المصري وطبعا عرقته ودوره الكبير في التنوير انه يكون الميزانيه بهذا الحجم. انا عارف ان هي طبعا مسؤوليه جهات متداخله وعمليه معقده وصعبه. والشباب بيسالوا حضرتك دايما في القصه دي. بس ما تنساش انه يعني اولا هذه الميزانيه بتدفعها قطاعات وزاره الثقافه المختلفه، البيت الفني للمسرح، قطاع الثقافة الجماهيرية، قطاع الفنون الشعبية، قطاع الإنتاج الثقافي، صندوق التنمية الثقافية، ديوان الوزارة نفسه. يعني هي إمكانيات وزارة الثقافة محدودة إلى حد كبير، وبالتالي الميزانية محدودة. بس مش هنقعد نقول الميزانية محدودة وما نعملش حاجة، هو لازم نعمل حاجة حتى بالميزانية المحدودة دي. طب هل ممكن نقول قصاد الميزانية المحدودة انه في اهتمام كافي؟ هل ترى انه في اهتمام كافي من الدولة المصرية بحالة المسرح الان، او انه في تغير؟ انا لمست اهتمام ملامحه يا فندم برضه لو تقول لي الدولة، اهتمام من وزارة الثقافة، من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اهتمام ومتابعة دائمة للمهرجان، واحيانا يعني التدخل لحل بعض المشكلات الصغيرة. فاهتمام من دار الأوبرا أيضا، الدكتور مجدي صابر، اهتمام ودعم ومحاولة لتلبية كثير من الطلبات اللي طلبناها منه في حفل الافتتاح مثلا. يعني في اهتمام مع ميزانية قليلة، مع جهد كبير بيبذل من الناس اللي موجودة واللي شغالة في المهرجان، بتمشي المسألة.